السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. اليوم جبت لكم وصفة جديدة وهي عبارة عن غلاس كيجي هائل بالكراميل والنوغا باللوز. وما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة ديالي باش يوصلكم الجديد. نبدأ على بركة الله. عندنا نصف لتر من الحليب، عندنا 100 غرام كريم شانتي، جوج دانيط بمذاق الكراميل، عندنا واحد معلقة كبيرة ديال نسكافيه، ندوبوها في شوية ديال الحليب، جوج أوريو، 100 غرام ديال اللوز يكون محمص، وكأس من السكر حبيبات ما يكونش. نبداو في تحضير النوغا. كناخدو السكر كنديرو في كاس في مقله ولا في كاسرونه، كنحركو مزيان ديك السكر وكنخليوه شي يتحرق، كنزيدو من بعد اللوز وكنحركو مزيان، كنحاولو ما امكن ما نخليوش السكر يتحجر لينا. من بعد كنضيفوه على بابي الالومنيوم، انا فرشت هنايا بابي الالومنيوم، نتوما على حسب شنو عندكم، وكنخليوه حتى كيبرد وكيجمد راسو. من بعد كناخذ بولصة او بلاستيك كنضيفوا عليه الاوريو، انا هنا درت اوريو ابيض، نتوما تقدروا تعملوا اي بسكوت عندكم. كنضغطوا عليه مزيان بالدلك. دابا نمروا لتحضير الكريمه. كناخذ نصف لتر من الحليب يكون بارد، الاحسن يكون عندنا مجهز مسبقا في الثلاجه. كنضيفوا عليه 100 غرام ديال بودره شونتي، كنضربوا الكريمه مزيان كما كتلاحظوا كيفاش طلعت لينا. من بعد كناخذوا ديك الكريم ديالنا وكنقسموه الى قسمين، كناخذوا النصف الاول كنضيفوا عليه القهوه سريعه الذوبان، ثم البسكوت اللي عندنا. قبل ما كنضيفوا الكريمه كناخذوا قالب الفرن كنغلفوه بالبلاستيك الغذائي باش تجينا الكريمه مقاده مزيان، نضيفوا عليها الكريمه وكنبداو كما كتشوفوا كتلاحظوا، كنبداو نضغطوا على ديك الكريمه حتى كتاخذ الشكل ديالها، ومن بعد كنخشيوها في المجمد. كنمروا الان للنوغا، كنضيفوها في البلاستيك كنبداو نضغطوا عليها بالمدلك، ولا كانت عندنا طحال كهربائي يكون احسن. كنمروا للطبقة الثانية، كناخدو الكريم اللي يكون تبقي عندنا كنضيفو عليه دانيت بالكراميل، كنضيفو على الخليط وكنبداو نخلطو بشوية بشوية حتى كيمتاز لينجنا الخليط. ثم كنزيدو عليهم ديك النوغا اللي حضرنا، وفي هاد الاثناء كيكون عندنا الطبقه الاولى في المجمد، كنضيفوا عليها ديك الكريم او للطبقه الثانيه، وكنسرحوها مزيان وكنقادوها، ثم كنوليو ندخلوها للمجمد باش تبرد مره اخرى،
وكتبقى طريقة التزيين على حسب الاختيار ديالكم. انا هنا زينتها بالنوكا كانت بقات عندي وبالكريم كراميل والشوكولا. وبصحتكم وراحتكم، ملتقانا في الفيديو القادم ان شاء الله.